ورجعنا لكم تاني يا احلى ناس في العالم في الفقره اللي بحبها جدا، فقره المناظرات وفقره الخناقات من الاخر. والنهارده بنتكلم عن مظلوميه الرجاله في المجتمع عموما. الراجل بيتحب حب غير مشروط، مش زي الست، والطفل في الاسره بيتحبوا حب غير مشروط بس الراجل لا. الراجل لازم يثبت نفسه ولازم يحقق نجاحات عشان يتحب، وكمان محدش بيحب الراجل لذاته، ما بيحبوه عشان الفلوس او عشان الحاجات اللي بيضيفها لهم. والراجل من غير النجاحات والحاجات اللي بيعملها في الحياة بلا قيمة. الحقيقة فعلا زي ما عمرو قال كلامه كله مظبوط، الراجل دايما بيبقى عنده ضغط كبير جدا وعنده يعني إنجازات لازم يحققها عشان المجتمع وعشان كمان شكله قدام أسرته وشكله قدام المجتمع. بس برضو خلينا نتكلم عن الست، إن هي برضو بتبقى عندها ضغوطات كبيرة جدا، سواء في البيت بقى أو في الشغل وفي العيال، عندها ضغوطات كبيرة جدا. لازم بقى من وقت للتاني كده تسمع كلام حلو، تسمع كلمة كده تديها دعم كبير، تدي فيها وقفه كده جامده انها تكمل، لان الحقيقه ضغوطات الست بتبقى جامده جدا. عشان كده النهارده هيكون معانا في ضيوفنا في الاستوديو وليد الغامري الكاتب الصحفي والاعلاميه سماح السعيد. اهلا بيكم ومنورنا. اهلا وسهلا. منورنا إيه؟ منورين الدنيا. مرحب. انا وعمرو مستعدين. ايوه احنا مستعدين للخناقه. انتوا انا مستعد. انت ليكي راي استاذ وليد لي راي. طيب انا عايز اسال الاول استاذ وليد. نسمع. أيوة. يلا بينا. عايز اسال الاول استاذ وليد، هل انت شايف ان الراجل مش بيتحب لذاته؟ هل انت شايف ان الراجل لازم يكون محقق إنجاز أو يكون مكفي بيته بالشكل اللائق عشان يتحب، وغير كده الراجل هيتنبز؟ طيب خلينا بس نقول في الأول إنه من كتر ما تكلمنا على إن إحنا عايشين في مجتمع ذكوري، إحنا بقينا مجتمع مؤنث بامتياز. صح. المجتمع المصري في الفترة اللي فاتت، وخلينا نكون يعني نتكلم شوية بالأحداث اللي حصلة، المجتمع المصري كله بيساق في اتجاه قضايا المرأة. صح. وفي اهتمام بالمرأة في مصر من أعلى القيادة السياسية لغاية أصغر منظمة حقوقية بتدافع عن المرأة في مصر. صح. والحقيقة انه الشعب المصري كله رجاله وستات، انا متصور ان احنا عندنا ازمه مجتمعيه محتاجه نقف عندها شويه. فكره الصراع ما بين الرجل والمراه دي صراع ازلي، وفي النهايه لا تستقيم الحياه بدون الاثنين. لكن احنا بالغنا من وجهه نظري، يعني بالغنا قوي في فكره ان المراه في مجتمعاتنا مضطهده ومحتاجه حقوق، لدرجه ان احنا تجاوزنا وجينا على حقوق الراجل. مظبوط جدا. في بدايه كلام حضرتك اتكلمت على انه الراجل اتحول لبنكير في البيت، بقى ATM ما كانت صرف، وبالتالي النظره دي حولته كمان انه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا عايشين فيها، الاب في اسرته لو عنده اي مشاكل ماديه بيلام بشكل وكانه أجرم. يعني اجرم طبعا، واثر في 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 في, في قوانين مهمه من القوانين ذكرته وقوامته على اسرته. صح. وبالتالي احنا بنعيش ازمه محتاجه ان احنا يعني نكون بس مرنين شويه في التعامل مع الراجل بمنطق انه في النهايه راعي ومسؤول عن رعيته. صح. يعني حضرتك يعني برضو انا عايزك ترد على السؤال، شايف معايا انه الراجل ما بيتحبش الا لو قدم حاجات او عمل انجاز في حياته، وغير كده هيبقى بلا قيمه؟ في المجمل احنا بقى عندنا نظره للراجل الشرقي بشكل عام بانه مطلوب منه قيمه من الالتزامات، مش بس الالتزامات الماديه والاجتماعيه والانسانيه. وبلغنا في المطالب لدرجه ان انا بشفق على الرجل الشرقي من المطالب، الضغوطات اللي بتعرض لها، خاصه في ظل المجتمعات اللي احنا فيها. يعني احنا عندنا ازمه اقتصاديه ضخمه محتاجه بس يعني شويه حنيه. المساله مش طيب. انا معاك، احنا فعلا محتاجين شويه حنيه للراجل، بس انا برضو عايزه يعني اخد من كلامك كده وادخل استاذه سماح معانا في الحوار. الست برضو بتتعب جدا لما الراجل يكون بيشتغل وظيفه واحده. الست عندها وظايف كتير جدا ممكن تكون مش مذكوره للمجتمع، اللي هي تبقى مسؤوله عن البيت ومسؤوله عن التمارين، وتيجي ولادها يجوا من المدرسة بتعمل أكل بسرعة. طبعا أنا عارفة أن أنت هتقولك دي واجباتها ودي حاجة هي بترعاها في البيت، ودي طبعا ده من الحقوق الأبناء أنها تبقى كده. بس كمان هي عندها بتروح تمارين وبتجيب من تمارين وبتجيب دروس وتودي دروس، وكمان لو في وقت عندها لازم تذاكر للولاد عشان ما يجيبوش درجات وحشة، لأن ممكن تكون مش عارفة تديهم دروس. فعندها من الأعباء كتيرة جدا حاجات عليها، وللأسف كمان ما فيش كلمة كويسة تدعمها مثلا من الزوج أو من الأسرة حواليها. هتسكت؟ لا، هقول ان دي واجبات مقدره جدا جدا للمراه في بيتها.
وخد بالك هقول لك كل الحاجات دي ممكن انت تكون فاكرها حاجات عاديه جدا، لكن لا لا لا, لا, لا مش عاديه ومرهقه ومتعبه، ولكن في النهايه الحياه قسمه مشتركه ما بين اثنين. فانا طول الوقت بتكلم على ان احنا في ظل ضغوط اقتصاديه ادت بالراجل المصري انه بيشتغل وظيفه واثنين وبيروح بس بيته على قد النوم، فتحول طول الوقت هو الاله للانفاق. ماشي ما فيش مشاكل، الزوجه في كل ما هو مطلوب منها واجباتها مقدره وعلى العين وعلى الراس، ايه المشكله يعني؟ بس دون ان نهمل حق الرجل بس.